طمني، فتحت عيونها؟ فتحت عيونها، بس لازم نحكي أنا وإنت. شو في دكتور؟ تفضل. قل لي. تفضل. قلبها ما بقى يتحمل. شو عم تقول؟ شو قصدك دكتور؟ مع الأسف ما بقدر أبدا نساوي لها شيء. قديش رح تعيش؟ ما حدا بيعرف شو الله كاتب لها، بس أنا ما بقدر فقلك. يوسف. نعم. على طول بتقول اسمك. دكتور، دكتور، فتحت عيونها أمينة. بنتي يا روحي أمينة، انت منيحة؟ منيحة. اذا ممكن تعيش رح تعيش يوم واحد اذا الله راد، بس انا رح تندم كتير ويأنبك ضميرك، ما رح ترتاح. دكتور ليش كل هاد صار معي هالمرة؟ إيه لأنه الجو اختلف عليك شوي وجسمك حساس، لازم تنتبهي. أنا عم انتبه بس بدون فايدة، من قبل كان يوجعني راسي بس هلأ. هلأ شو؟ هلأ كأنه في سكين بقلبي. أمينة؟ يوسف انت اجيت؟ اهلين، شو عم تساوي هون؟ استغفر الله. ليش ما خبرك عمي؟ بشو؟ ابي حبك لما شافك وراح وسأل عنك فورا، فقالوا له هي بنت مصطفى بيك، لهيك اجينا نطلب ايدك من ابوكي. وأنا مثلك هلأ لعرفت. أبي شايف إنك العروس المناسبة إلي. عن جد اللي عم اسمه؟ بس في مشكلة واحدة. شو هالمشكلة هي؟ يا الله يا الله، بترجاك ما تحرمني من يلي بحبه وتقهرني. بترجاك يا الله. يا الله يا الله. شو هي المشكلة؟ ليش واقف؟ تفضل. أبوك. عود أبي أنا؟ أبوكي من محبته الكبيرة لإلك مفكر أني ما بستاهلك، بس أنا قلت له يا سيدي خلينا نسأل أمينة بالأول، ووعدني يوافق إذا أنت وافقتي. إيه موافقة، أكيد موافقة. شو قلت عمي؟ الله يبارك لكم، الله استجاب لدعوتي. كان عندي بس بنت وهلأ صار عندي ابن كمان. ليش عم تبكي بابا؟ من الفرحة يا بنتي.
بدي نعمل العرس بسرعة. ليش لحتى نستنى يا جماعة؟ نظمية بلشي جهزي، عنا عرس بنتي بعد 3 أيام. معقول بعد 3 أيام؟ الأسبوع الجاي عيد؟ ما في داعي نستعجل، عادي بعمل عرسي بعد العيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال بدك ياني يا بيك؟ ايه مختار بدي اياك عود. شو هالتجهيزات؟ تجهيزات العيد يعني؟ ايه تمام. بس هي اكتر من تجهيزات للعيد. العيد راح يكون عيدين يا مختار. ايه مختار بدي منك شغلتين. اول شيء روح على بيت المرأة العمية. قصدك الام سحر؟ ايه بالضبط، بس راح عن بالي اسمها. قلن الحديقة قلن يعملوا فيها شو ما بدهن. شكراً لك يا بيك، شكراً. والشغلة الثانية إنه بكرة عيد، عنا حفلة عرس بعد اليوم الأول. خبرنا اللي بنعرفهم، بس مثل مشايف ما في عنا وقت نخبر الضيعة كلها. وشغلتك تعزم الضيعة كلها. سمعتك سمعتك، بس ما فهمت شو القصة. شو هالسرعة يا بيك؟ هيك صار الموضوع. حاسين الموضوع غريب، كيف بيعطي السيد بنته ليوسف؟ ايه بس البنت كمان ردت. كلنا بنعرف. تعالي اسمعي، قال رح يعملوا حفلة العرس بعد العيد. مين؟ مصطفى بيك رح يعطي بنته ليوسف. شو عم تحكوا؟ ليش ما بتعرفي يعني؟ رح تكون حفلة العرس بعد عطلة العيد. يوسف؟ الله يعينك يا غفران. شو انك مسكينة يا غفران؟ ايه والله. يوسف هالحكي صح؟ تفوع عليك، هذا هو حبك لغفران؟ يا عيب الشوم عليك، كل هذا مشان المصاري؟ عاجبك ما؟ الله يلعنك يا حقير، روح بسرعة، مالك عم يستناك. يوسف ما اجا يوسف بابا؟ هلأ بيجي شوي وبيوصل. ما بشوف كل زعلي هالوقت كان على الفاضي. طلع هو بيحبني كمان، هو قال لي اياها. سمعته؟ ايه سمعته يا بنتي سمعته. بايرام جلميش نيمان انا فران. يوسف وأمينة. اسكتي ظريفة، لو سمحتي لا تحكي شيء. يوسف كيف في يعمل هيك؟ كيف؟ لا تبكي يا غفران. على مهلك، امسكي فيني يا بنتي. تمام بابا. شوي شوي. تمام بابا، يسلم. يا الله تطول بعمر بنتي. Thank you.
عيد مبارك. وعيدك مبارك, مبارك كمان إن شاء الله. والله كابر هالبيت. كل عام وانتم بخير. إن شاء الله ايامك سعيده وكل فرح وهنا. كل عام وانت بألف خير يا امي. وانت بخير يا بنتي. يلا قومي نحتفل بالعيد. يلا. كل عام وانت بخير يا اختي. وانت بخير. امشي نمشي بالضيعة. الدنيا عيد يا بنتي عيد. فيك تروحي انتي. من اليوم ورايح ما ضل في اعياد بحياتي. لا تحكي هالحكي. يلا قومي نروح. لا تخجليني. لا حاسة جسمي عم يوجعني وماني قدراني اتحرك اصلا. طيب لكان امشي نروح على الدكتور. دكتور شو؟ شو بده يعمل لي الدكتور؟ ما في ولا دكتور لا أدى ولا الحب. خلص روحي. يا مرا جيبي لي الجاكيت تبعي. حاضر جبته. تفضل. يسلموا. خلصتي؟ جهزتي كل شيء؟ ايه. كيف التجهيزات معك؟ ايه ايه كل شيء منيح. يلا استعجل خلينا نروح. الله يتمم هالأمور على خير. انت جاهز لنروح يا ابني؟ شو مانك رايح معنا؟ شو بعمل؟ حاسس الصبي مو مبسوط. غفران كيفك؟ امشي يلا. منيحة. كنا عم نستناك. ليش؟ هداك اليوم قلت لي جاية تطلبني ونحن استنيناكم من وقتها. بس يبدو انك خربطت بيني وبين أمينة. غفران أنا كثير مغرم فيك ودائما. الله يشهد علي إني ما رح أنسى هالأيام السودة هاي وما رح أنسى كيف خليتني أبكي. وأنت روح عيش مثل الملوك المحترمة. غفران الله يشهد علي إني صح ما وفيت بوعدي بس أنا ما خنت حبك. لازم تعرفي إني أنا ما حبيت غيرك أبدا ولساتني بحبك كتير. وبما أنك اخترتي هالليلة لتتركي حبيبك فأنا ما بقدر وقف بوشك. بس لازم تعرفي أنه اللي صار كان غصب عني. وأوعك تنسي هالشي.
دكتور بني منيمة. أنا يا الله شو عملت يا رب، شو عملت بحالي؟ دكتور بني منيمة. ايوه، ما بدي حدا اعرف. شوفوا شو لابين لبعض، عن جد كثير حلوين. لك يلا على الدبه ولو ايش محظوظ العروس، والله يوسف ما في مثله. عملكم شو حركه شوي؟ اكيد اليوم اسعد يوم يا عيني. يلا يا سلام كرمال يوسف. ايه ايه القصر القصر هي الدبه، شوفوا لي اياها. خلص كمان، يلا يلا يلا. هات اليوم انا بنبسط. يا عين يا عين على الدبكه، خلوا لكم شوي. روح روح والله طالع قمر العروس. روح روح. ايوه ايوه حمي الدبكه. يلا برافو عليك الحماس. يا سلام يا عيني. يلا لك ما في احلى من هيك عريس. روح سفه يا عيني. ايوه 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 ايه ايه. يلا 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 صار هالعرس يا شباب. يا عيني. يلا 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 حركي الجو شوي شباب. ليش عم تتحرى؟ قوموا يا شباب. يلا يلا ايه 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 حميه للدبكه. يلا يلا يا عيني يا سلام. يلا دبكتون حلوه كثير. يلا علو زفه. يلا على الطاولات. برافو عليكم. أميني أنت منيحة؟ يا عين على الدبكة. أميني أميني يا ربي شو بك؟ شو حاسة؟ يلا منيحة بس فرحانة. أنت متأكدة؟ حبيبتي أي منيحة. شكراً لكم، خوفتيني عليك. يا سلام. ما تخميني شبه يا نظمية؟ ما فيها شيء والله. شيء يلا
شباب. يلا امشي أمينة. ما بدي حدا أعرف. عبالك يا أخي عبالك. حبيبي حبيبي. أنا أنا. جد كتير حلو. يلا. الله يتمم لك على خير يا حبيبتي روحي. نظمية هاد يوم فرح وسعادة لا تبكي. لا تبكي يا قلبي لا تبكي. إن شاء الله عرس مبارك يا رب. الله يهنيك يا بنتي ويوفقك ويساعدك على طول الحمد لله. أمينة شو صار؟ يا بنتي شوفي يا جماعة حبيبتي شو صاير؟ أمينة يا بنتي حدا يفهمنا يا لطيف يا لطيف يا الله يا الله شو صار؟ أنت منيح ابني شو اللي صار؟ يا بنتي بترجاكي يا بنتي بترجاكي يا الله الله يطلق أمينة حبيبتي بكير على الوجه يا عمري بكير يا ربي لا تروحي يا بنتي لا تروحي حسبي الله ونعم الوكيل بكير على الوجه بكير شكرا يا يوسف حبيبتي حبيبتي يا بنتي يا جلالي لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس